خد يلا. لا يوسف راح فين؟ راح صلي. صلي ايه؟ صلي الفجر. وكمان ليك عين تصلي؟ جدع كله الا صلاه الفجر. في راحه نفسيه رهيبه يا يوسف، رهيبه رهيبه رهيبه. فين الفلوس يا جدع؟ فلوس يا جدع انت كل شويه تفتشني. الفلوس دي اللي كنت هتجيب بيها بودره لسمير. بودرة يا عم انا بطلت مصالح البودرة دي خالص. بسم الله ما شاء الله، كمان بقيت تقفش ميات. عاد يا يوسف ربنا يهديك، ما بعملش مصالح بودرة انا. انت كداب بأمارة الدولارات. عارف الواد جايب الدولارات منين؟ منين؟ سارقها من اخوه، يعني كان عادي جدا تروح فيها ونتجر كلنا معاه. لا يا حبيبي انا مش هتجر، انا مال انا، هات الفلوس يا يوسف. يا ده انت بيجي قوي. بس يا يوسف احنا في الشارع وابوك في الجامع. ما هو المصيبة انه مش عايزه يعرف، لانه لو عرف هيروح مننا. طب خليك بقى يا ابني كويس، عايز ابوك يروح منكم يعني؟ اهدى كده. انت عارف الواد اللي كنت هتجيب له بودره ده عيل صغير، يعني كان عادي جدا يموت يبقى ذنبه في رقبتك. هو انا امنع قدر؟ انا مالي؟ وبعدين يا سيدي لو ما جابش مني هيجيب من غيري. خش صلي يا جمال، خش صلي. لا لا طب هات الفلوس عشان اخش صلي. حسن ده كمان شمال، يعني ما كانش هيسيب حقه يروح كده. لا يابا مش هيعرف يعمل معايا حاجه. هات الفلوس. سد هلا انت ما فيش منك رجا، جاتك القرف. خد فلوسك اهي. كده يا يوسف؟ ترمي نعمة ربنا على الأرض وعمال تكلمني في الحلال وفي الحرام؟ استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا جدع. ربنا يهديك يا يوسف، أدعي لك ربنا يهديك والله. بعت قد إيه؟ يعني مش كتير. الحقي يا هيثم جه اللي جاي من غير تليفون ده غريبه قوي. شوفي عايز ايه وقولي لي. ها قولي. امر بحاجه حضرتك، عايز حاجه؟ بهرج مالك؟ عاوز اتكلم معاكي شويه. طيب ماشي على اذنك. مالك يا هيثم في ايه؟ تعبان جدا ما نمتش من امبارح اصلا. ليه مامتك كويسه؟ الحمد لله. سمير اخويا بس هو اللي هيجنني. من الثانويه عامه ومذاكره ما تستحمله شويه. ابن ادم فظيع هيخلص عليا. ايه التفاهه دي؟ هو ده اللي مضايقك بس؟ انا تعبت يا سناء بجد، تعبت ونفسي بقى استريح في بيتي. وانا اكتر منك. طب يلا خليني اروح اكلم بابا وماما في اسرع وقت. يعني هو ده اللي هيريحك؟ اه انا مش هستريح غير لما يبقى ليا بيت ما اسمعش غير صوتك فيه وبس. وانا مش هسيبك يا هيثم، وتعالى بقى اكلم بابا وماما واللي يحصل يحصل. فعلا؟ ايه يا ابو الكبات نفختني رنات يا عم؟ ده انا غيرت في دقيقتين مفيش غيره. اما انا قاعد قلقان لكون سعاد اختي شافتني وانا طالع تبلغ عننا البوليس تقول ده بيضربوا في الشقه اللي فوق. لا انت نقلت ايه اصلا؟ فرقت 10. 10 ايه يا عم سامح؟ احنا داخلين خناقه؟ ده بيقولوا رمضان بكره. ما قالوش لسه ما قالوش. خد من السلطن وهم يقولوا كده واحنا مش سلطانين. ايه رسائل رمضان بدات اهي. يبقى بكره رمضان بكره. يبقى رمضان بكره يا عم الحاج. يا عم ده اللي انت عملت ايه يا عم؟ ايه يا عم انت مجنون؟ في حد يرمي النعمه؟ انت بترمي قوتي وقوت دماغي؟ يا عم مش بقول رمضان بكره. يا عم كنت خليهم بعد رمضان. يو انت فرحك على العيد يا خبير. احنا فين والعيد فين يا سامي؟ فرحك محتاج حشيش، المنطقه نصها مدمنين وكلهم متعشمين فيه. ما يجي العيد يحلها الف حلال، مش ده الموضوع اصلا. انا ممكن اقضي العيد والفرح على لحم دماغي كده، لكن الشقه دي اعمل فيها ايه؟ الشقه دي هتضيع مني يا سامي، دي جايلها زاله. يا عم هو مش نسيبك شغال في المحافظه؟ خلاص خليه يتوسط لك ويكوسوا لك القضيه. انت بتتكلم كده يا سامي كانك جاي من المريخ، مش كانه جوز اختك وانت عارفه كويس قوي، متزبط وطالع له ضمير كده. طب والله العظيم هو قصد ما اتدخلش في القضيه دي بالقصد. والله انا ما صعبان على الا البت رضا بنت اختي دي غلبانه وعايزه تتستر، حظها المنايل ان يطلع لها اب شريف. رضا ما قلبها حاسس. يا حبي يا روضه يا روح يا حبي، مش لما نعرف رمضان بكره ولا لا؟ بكره ان شاء الله لو ربنا لا تفطر عندنا اول يوم. انا السنه اللي فاتت فطرت عند امك اول يوم. لا انا هفطر عند عمي، ده حتى ماكد عليها من اسبوع. اعتذر لعمي والله هزعل. رضا قولي الواد وش هيزود لمط على البلكونه. زود الدنيا يا اوشا. حاضر يا رضا. وبابا كمان هيزعل. يا بابا بابا هيزعل. طب دي سناء هتعمل لك السلطه اللي انت بتحبها، ووليد هيجيب لك الرصاص من بتاع ام هشام. تصدق يا بابا خميس مش عاوز يفطر معانا؟
انت ليه مش فاضي؟ خليها تاني يوم ما حبكتش، ممكن بكره مش رمضان. بابا بيقول لك ما ينفعش خالص، لازم تيجي تفطر معانا، احنا كلنا مستنيينك. ماشي يا حب، ماشي يا أميرة إدارة المرور. وبيقول لك كمان كل سنة وأنت طيب. وأنا قلت حاجة؟ رمضان كريم يا حلو. باي باي باي. إيه يا بابا؟ مفيش حد بيكبس على حد أول يوم رمضان كده. هو في إيه؟ هو أنتوا مش طايقينه كده ليه؟ ده احنا هنتجوز في العيد، يعني هيبقى جوزي. في إيه يا ماما؟ في إيه يا بيت؟ هو حد قال حاجة؟ اسكت أنت يا سعاد. شوف يا رضا يا بنتي، احنا بنحاول نلم نفسنا علشان نخلص شقتك، مش فاضيين لازم حد. ماشي يا بابا براحتك. طب ده حتى اهله مسافرين في العمره، غلبان يعني قاعد لوحده. خلاص بقى، خلاص يا رمضان، يجي يفطر معانا بكره وخلاص. خلاص يا اختي، قومي اذبحي له دكر البط علشان بسلامته يفطر معانا. يا سلام، انت بتتريق يا بابا؟ ما يستاهلش يعني هو دكر بط؟ لا، اذبح له خروف. متشكره لكم قوي. انت قماصه كده ليه يا بنت؟ ابوكي بيهزر. ما بهزرش، طب والله ما يستاهل ربع فرخه. بسم الله ما شاء الله، انا قلبي بيتشرح يا ادم لما اشوفك بتقرا في القران. انا بحفظ جزء عم يا جدو عشان العجله. ربنا ينور قلبك يا ابني، ما تقلقش هجيب لك العجله لما اخلص جزء عم، بس الصوم كمان يا ادم. ما انا بصوم يا جدو لحد العصر زي ما قالت لي ماما. ما هي ماما بتقول لك اللي ربنا قال لنا عليه، لان ربنا هو اللي امر بالصوم مش ماما. وليه ربنا امرنا بالصوم يا جدو؟ هو انت لما بتروح للدكتور مش بيكتب لك على دواء عشان تخف؟ اه. طيب بتسال الدكتور انت كتبت الدواء ده ليه؟ لا. يعني بتنفذ اوامر الدكتور لانك عارف ان هو عارف مصلحتك. طيب معقول نسمع كلام الدكتور وما نسمعش كلام ربنا؟ وربنا هو اللي خلقنا وهو اللي عارف اللي ينفعنا واللي يضرنا. انت عارف يا ادم ان العلماء الكبار اكتشفوا ان الصيام ده بيعمل حاجات مهمه قوي لجسم الانسان، يعني مثلا بيخففنا من الامراض وبيموت الجراثيم اللي جوانا، والاهم من ده كله انه بيعودك ازاي تتحكم في نفسك. يعني ايه تتحكم في نفسك يا جدو؟ يعني ازاي تتحكم في نفسك يا جدو؟ هقول لك انا، يعني مش كل حاجه بتيجي على نفس الواحد يعملها على طول. يعني مثلا افرض انك انت جعان ومعكش فلوس، يقوم عقلك يقول لك ايه يا واد يا ادم اتصرف روح هات فلوس من اي حته عشان تاكل، ما انت جعان بقى. لكن الصيام يعمل فيك ايه؟ يخليك تستحمل الجوع لحد ربنا ما يرزقك بفلوس حلال واخدها من ابوك من امك من جدك. شفت بقى الصيام ممكن ينقذك من انك انت تعمل حاجه غلط او حرام ازاي؟ انت دلوقتي مش جعان؟ اه. انا شايفك عايز تاكل صح؟ صح. لكن بتمسك نفسك، يعني انت دلوقتي بتعود نفسك انك انت مش كل حاجه نفسك فيها تعملها وخصوصا لو كانت حرام. يبقى الصيام ايه؟ بيعودني امسك نفسي عن الغلط يا جدو. جدع، وايه تاني؟ واسمع كلام ربنا عشان صحتي تبقى كويسه. لا مش عشان صحتك وبس، عشان ربنا عاوز كده، واحنا عشان بنحبه لازم ننفذ اوامره. زي ما انا بحبك يا جدو وبنفذ اوامرك. الله ينور عليك. شفت بقى انت لما هتحفظ جزء عمك مش انا هجيب لك العجله هديه؟ اه. شوف بقى هديه ربنا ليك لما انت تصوم، عارف هديته ايه؟ ايه؟ هيدخلك الجنه، الجنه اللي فيها كل اللي نفسك فيه. كل حاجه يا جدو؟ اه. يعني ممكن الاقي طياره؟ هتلاقي طياره، تلاقي مركب، وتلاقي عربيه، تلاقي شجر، وتلاقي فواكه، كل حاجه، كل اللي نفسك فيه. خلاص يا جدو، انا هصوم طول اليوم وكمان طول الشهر. ربنا قوي كم ده، ربنا يحميك. ربنا يبارك فيك. يا ابو الكباتن نفختني رنات يا عم، ده انا غيرت في دقيقتين مفيش غيره. اما انا قاعد قلقان، لا تكون سعاد اختي شافتني وانا طالع تبلغ عننا البوليس تقول ده بيضربوا في الشقه اللي فوق. لا انت نقلت ايه اصلا؟ فرقت 10. 10 ايه يا عم سامح؟ احنا داخلين خناقه؟ ده بيقول رمضان بكره. ما قالوش لسه، لسه ما قالوش، خد من السلطن وهم يقولوا كده واحنا مش سلطانين. ايه رسائل رمضان بدات اهي. يبقى بكره رمضان بكره. يبقى رمضان بكره يا عم الحاج. يا عم ده اللي انت عملت ايه يا عم؟ ايه يا عم انت مجنون؟ في حد يرمي النعمه؟ انت بترمي قوتي وقوت دماغي؟ يا عم مش بقول رمضان بكره. يا عم كنت خليهم بعد رمضان. يو انت فرحك على العيد يا خبيب. احنا فين والعيد فين يا سامي؟ فرحك محتاج حشيش، المنطقه نصها مدمنين وكلهم متعشمين فيه. ما يجي العيد يحلها الف حلال، مش ده الموضوع اصلا. انا ممكن اقضي العيد والفرح
على لحم دماغي كده. لكن الشقة دي اعمل فيها ايه؟ الشقة دي هتضيع منها سامي، نجي لها زهالة. يا عم هو مش نسيبك شغال في المحافظة؟ خلاص خليه يتوسط لك ويكوسوا لك القضية. انت بتتكلم كده يا سامي كأنك جاي من المريخ، مش كأنه جوز اختك وانت عارفه كويس قوي، متزبط وطالع له ضمير كده. طب والله العظيم هو قصد ما تدخلش في القضية دي بالقصد. والله انا ما صعبان عليا الا البت رضا بنت اختي دي غلبانة وعايزة تتستر. حظها المنايل ان يطلع لها اب شريف. رضا ما قلبها حاسس. يا حبي يا روضة يا روحي يا حبي، مش اما نعرف رمضان بكرة ولا لا؟ بكرة ان شاء الله لو ربنا لا تفطر عندنا اول يوم. انا السنة اللي فاتت فطرت عند امك اول يوم. لا انا هفطر عند عمي، ده حتى مأكد عليها من اسبوع. اعتذر لعمي والله هزعل. رضا قولي الواد وش هيزود لمط على البلكونة. حاضر يا ام رضا. وبابا كمان هيزعل. يا بابا بابا هيزعل. طب دي سناء هتعمل لك السلطه اللي انت بتحبها، ووليد هيجيب لك الرصاص من بتاع ام هشام. تصدق يا بابا خميس مش عاوز يفطر معانا؟ اه انت ليه مش فاضي؟ خليها تاني يوم ما حبكتش، ممكن بكره مش رمضان. طب بابا بيقول لك ما ينفعش خالص، لازم تيجي تفطر معانا، احنا كلنا مستنيينك. ماشي يا حب. ماشي يا أميرة إدارة المرور. وبيقولك كمان كل سنة وانت طيب. وانا قلت حاجة؟ رمضان كريم يا حيل. باي باي باي. ايه يا بابا؟ مفيش حد بيكبس على حد أول يوم رمضان كده. هو في ايه؟ هو انتوا مش طايقينه كده ليه؟ ده احنا هنتجوز في العيد، يعني هيبقى جوزي. في ايه يا ماما؟ في ايه يا بيت؟ هو حد قال حاجة؟ اسكت انت يا سعاد. شوف يا رضا يا بنتي، احنا بنحاول نلم نفسنا علشان نخلص شقتك، مش فاضيين لازم حد. ماشي يا بابا براحتك. طب ده حتى اهله مسافرين في العمره، غلبان يعني قاعد لوحده. خلاص بقى خلاص يا رمضان، يجي يفطر معانا بكره وخلاص. خلاص يا اختي قومي اذبحي له ذكر البط علشان بسلامته يفطر معانا. يا سلام انت بتتريق يا بابا، ما يستاهلش يعني هو ذكر بط؟ لا اذبح له خروف. متشكره لكم قوي. انت قماصه كده ليه يا بنت؟ ابوكي بيهزر. ما بهزرش، طب والله ما يستاهل ربع فرخه. اهو البريك جه. بريك ايه؟ قصدي العشاء. بسرعه كده. مساء الخير. امال فين العشاء؟ انا عايز سناء. عايزها ليه؟ انا باباها. باباها؟ ايوه ودي دودو مامتها. ايه يا شيخ؟ اه والله ايه مندهش ليه؟ انا عايز سناء اللي دخلت الشقه دي دلوقتي. الله تزعق ليه؟ يا سونا سونا تعالي من قدام شوفي لنا البلاوي دي ايه؟ بابا بتعملي ايه هنا يا سناء؟ هفهمك يا بابا، دول ممثلين صحابي، وفي واحد كان عايز يجي يتقدم لي واتكسفت اجيبه الحاره، وشافهم معايا مره افتكرهم ابويا وامي. لا يا ماما بدل الحكايه كده، لازم بابا بقى يعرف الحقيقه. شوف هي اتفقت معانا ان انا امثل دور الاب، دودي تمثل دور امها. هاي حتى مش مصدقنه؟ اسال خطيبها يا سيدي. اتخطبتي كمان يا سناء؟ الدرجة دي يا بنتي بتستعري مننا؟ وقاعدة في شقة مشبوهة؟ لا لا أنا عايزة أقول لك على حاجة، الشقة دي إحنا مالناش دعوة بيها، الشقة المفروشة دي بنتك هي اللي أجرتها. أه يا بابا أه والله يا بابا إيجار. أهي هتبص العقد دي مش مشبوهة ولا حاجة، بص. مش تعبر. لا 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 عيب عيب، انا 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 معروف انت ما بتشوفش اعلانات ولا ايه؟ اعمل معروف إيه انت اعمل معروف انت بره بره. انا طالعة طالعة طالعة، هدي نفسك. انا طالعة. انت فظيع.
هي دي الشقة اللي انت عايزاها سنة؟ هي دي أحلامك سنة؟ هتكملي حياتك ازاي؟ انت عايشة مع راجل بتكدبي عليه، جايبة له أب مش أبوكي وأم مش أمك وشقة مش شقتك. يا ماما انا قلت لك نوضب الشقه، قلت لي مش وقته، ويا ما قلت لك وانا صغيره نعزل في حته انضف من اللي احنا فيها، انت قلت تتريق عليا. اللي مش عاجبه حاله يموت ابوه وامه وسناء. خساره. عملت زي الارهابي اللي مش عاجبه الدنيا اللي عاش فيها وعايز يغيرها على مزاجه، وبيفجر نفسه في وسط ناس ملهمش اي ذنب، فكر نفسه يخش الجنة ويبقى سعيد، عمره ما هيبقى سعيد السنة علشان خلاص مات. انت كمان يا بنت عمرك ما هتبقى سعيدة طول ما انت عايزة تفجري الدم اللي انت تربيتي فيها. يا بابا يا بابا انا مش عايزه اعيش زي اختي رضا اللي عمالين تشحتوا عليها عشان تكملوا لها عفشها وتخلصوا منها. اخلص يا بنت وليك يا عيل تتكلمي. انا عمري ما خدت حاجه من حد ولا حد دفع مليم في حاجه اختي اللي جت واللي هتيجي كمان، وانت عارفه كده كويس. اعمل فيك ايه يا ضنايا؟ اذبحك واشرب من دمك ولا احبسك في البيت وما اخليكيش تشوفي الشارع خالص؟ خساره سلام. اديتك يا بنتي الحريه واول ما استخدمتيها بدلتيني انا وامك. رايح لأمك الحقيقية، قصدي اللي كانت أمك، وخليك انت بقى في الكذب بتاعك، شوفي هيوديكي فين. لا والنبي يا ماما سامحني ما تسيبنيش. خلاص ما بقاش عندي سماح، بقى عندي قهر كسرة نفس، سكينة مغروزة في قلبي. زي يجيلك قلب تطلب السماح من ابوك اللي قتلتيه، جبت بداله ممثل لك. يا يوسف ايه معكش رصيد؟ اه معايا. ليه؟ عايز بس اكلم جمال اشوف وصل فين. وصل فين ده؟ ايه هو جمال جاي على هنا؟ اه انا بعته اجيب بطلبات كده وجاي. طلبات ايه يا حسن؟ سمير كان عايز قطايف فقلت جمال يجيبها لنا. يعني لا يا راجل، بقى سمير مش عارف يجيب قطايف من هنا؟ مفيش في اي حته يعني ولا في اي مول من اللي حوالينا؟ لا ما هو كيفه في القطايف البلدي بتاعتنا، فقلت جمال بقى يجيبها ويسترزق يعملوا مصلحه يعني. بقول لك ايه يا عم حسن، انا مش عايز سمير يبقى ليه اي علاقه باخويا الواد ده. شمال ما ندخلوش معاه في اي حوار. اتنيل جه اهو. ايوه بس اصلا اخوك ده هو الشمال نفسه. عدن يا ابني انا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا جدعان انتوا قاعدين في الصحراء؟ ده ولا اللي بيقربوا مخدرات. ما شاء الله المنطقه كلها زرع وشجر ونخل وحاجه. ايه قاعد في الجنه وسايبنا في الحارة هناك؟ بقالي ساعتين ببرم عليكم. يا اسطى يا عم كنت كلمنا كنا شرحنا لك الطريق. ما انا معيش رصيد ولا معايا حتى رنر النهاله. خد يا عم القطايف بتاعتك. حبيب قلبي خد ده، دي 200 جنيه حق قطايف اهو. ايه جمال استناني خدني في سكتك وانت غطيني عايز ازوق. طب ما صدقت لقيت توصيلي هتهبط على طول. ما تاخرش يا يوسف.
200 جنيه يا جدع انت بتجنني. اسكت يا عم، دول مش 200 جنيه 500 جنيه يا عم. انا اقول لك قدام اخوك يعني قد ما نشوف. واحد اثنين ثلاثة أربعة. عيب عليك يا ابني يا حسن. حبيبي. حبيبك انا. اي حد بعد كده عايز اي حاجه ب 200 جنيه يبقى لغيني. عيب حسن. حسن يلا حط الكنافه في الثلاجه بقى لا تبرد. يبقى طايف يا عم انت. حكاية القطايف دي يا جمال. بص يا سيدي، مرة واحدة اسمها قطايف حبت واحد اسمه قمر الدين، حبوا بعض بقى في رمضان وكتبوا الكتاب واليميش هو اللي حيا الفرح، بس المكسرات كانت معارضة جامد يعني، كان في حوار وبرلقة كبيرة يعني. ما تقتل يالا معايا في الكلام. وايه حكاية القطايف؟ يا يوسف انت بتسأل أسئلة مش منطقية. ايه يعني حكاية القطايف؟ يعني ايه هيكون ايه واحد طلب مني قطايف جبتها له؟ ب200 جنيه يا جمال؟ قطايف ب200 جنيه؟ يا عم الدقيق غالي، الدقيق غالي وربنا، انت تعرف الدقيق بقى بكام؟ بكام يا اخويا؟ معرفش بس غالي، اكيد غالي مع اللي غالي. لا اله الا الله، وبعدين بنغزو اسواق جديده لابوك، بندخله الكومباوند عشان يبقى باب رزق جديد. ماشي يا جمال، بس خلي بالك من الواد سمير ده، سكته شمال. على نفسه، سكته شمال على نفسه، ما تقلقش على اخوك، واخره معايا ايه؟ هات لي يا جيمي شوية قطايف ب200 جنيه حاضر، هات لي يا جيمي شوية كنافة ب200 جنيه حاضر، لكن أكتر من كده لأ، مفيش حاجة أكتر من كده ما تقلقش. بعدين أنا عمري ما أزيد في أكل عيشك. ماشي يا معلم. يلا يا آدم فوق كده عشان تسلم على جدك. خشي توسي وشه بشوية مية عشان يفوق. ما كانش لازم يصحى ولا حاجة. لا خلاص يا ستي أنا صحيت أهو. جدع يا ادم، برافو عليك. النهارده يا اولاد احتملت كل ليله القدر، لان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لنا انتظروها في الليالي الفرديه في العشر الاواخر. اكسلوا من الدعاء. النهارده الدعاء ان شاء الله مستجاب. يا رب. يا واد اتوضيت؟ جمال اتوضيت يا واد؟ اشمعنى جمال؟ انت شم حاجه؟ انا متوضي وزي الفل. اسال ابويا حتى. يعني ما شربتش سجاير في الشارع؟ يا السجاير بتنقض الوضوء. يا ابني على الاقل اتمضمض، انت هتكلم ربنا. ما انا اتمضمضت، انا اتمضمضت. متمضمض؟ متمضمض. طيب يلا استقيموا، صلوا في خشوع. الله اكبر. ادعوا يا اولاد، ادعوا من قلبكم للذي ممكن تكون ليله القدر يا باب السماء مفتوحه لكم. ادعوا يرحمنا ويرحم كل المسلمين قادر يا كريم. الله اكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن لازم أخد هدوم أبوها القديمة، عشان هي دي الحقيقة اللي أنا كل شوية عمال أهرب منها. أنا لازم أكلم البت مهجة نسيب الشقة اللي أجرناها، بندفع إيجار على الفاضي. ضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هو ليه بابا ما قاليش هيجيب الحاجات إمتى؟ ده إحنا فاضل لنا أسبوع على الفرح. خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. خلاص نبيع دهب الدولية. هنعمل إيه؟ معلش بقى سعاد، حظك مهبب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الراجل دماغه مقلوبة. ربنا يكون في عونك يا رمضان. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا. آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعفو عنا يا الله. آمين. اللهم بارك لي في أولادي. آمين. اللهم بارك لي في رزقي. آمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوسف
هقول ايه دلوقتي؟ ادعي ادعي. ايوه هدعي بايه في ليله القدر؟ ادعي يالا في اللي نفسك فيه، في اللي تتمناه. انا نفسي موضوع العربيه يخلص على خير يا يوسف. خلاص ادعي قول كده. ما انا دعيت بكده امبارح. طب اقول لك ايه طيب؟ خلاص انت النهارده اجازه ما تدعيش. طب ما هو اجازه خليته. الحمد لله يا يا اولاد. ربنا يديكوا الصحه كده وطول العمر. تحسوا الفرحه اللي انا عايشها دلوقتي. قاعد حوالي عيالي وعيال عيالي وبنصلي قيام الليل الحمد لله. انت بس كده يابا مفيش حاجه تانية يعني نفسك فيها؟ كده رضا يا ابني الحمد لله. ليه يا حاج؟ ربنا يا اخويا يديك طولة العمر وتفرح بعيال صباح وبعيال يوسف يتنططوا حواليك كده. ليه؟ عايش لحد امتى؟ يا بابا ربنا يديك الصحه، انت لسه صغير. يوه ده الواد ادم نايم، انا هدخل انيمه. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهل خير. طب يا جماعه بمناسبه بقى رمضان والروحانيات وليله القدر المحتمله اللي احنا فيها دي، انا رايح كمان يومين ادفع فلوس العربيه. فا واخد لي بالك؟ خد لي بالك يا حاج؟ رايح ادفع فلوس العربيه. طب يلا تصبحوا على خير. انت من اهل الخير. خد ايدي يا يوسف. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوانا خدني معاك يا حاج. يا جماعه رمضان ايه؟ يا حاج انا رايح كمان يومين ادفع فلوس العربيه. يا ايه الطناش ده يا جدعان؟ طناش ايه يا ابن الكلب؟ انا سمعتك. اما يجي ساعه الدفع الله ربنا. انا كنت عايز اسمع البق ده. اسمها بق؟ الله يخيبك. الواد ده بيجيب الكلام ده من ايه؟ ده هو اللي ابتدعه. ابتدعه؟ ربنا يعدينا منها على خير. اهم واول حاجه لازم تركز فيها يا حاج كريم. ايوه. الطبقه اللي هتقول منها الاذان. طبقه. الطبقه دي اللي هي النغمه اللي هتغني منها الاذان، يعني قول كده اه. نعم؟ اه اه. هتكشف عليا يعني ولا ايه؟ هتكشف عليك ايه؟ امال ايه؟ يعني اصل لازم تقول النغمه عشان تعرف الطبقه اللي هتقول منها. اه اه. اه. لا عليها. اه. 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 الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. لا واحدة واحدة عليها عشان ما تنساش. هتقولها هتقولها تعالى نقولها مع بعض. نقول أشهد أن لا الله. لا بس ركز انك ما ينفعش تطلع بره المقام. صحيح الناس مقامات والادانات مقامات برضه. صحيح. صدق انا شوف بقول الادان بقالي قد ايه؟ اول مره احس ان انا بقول ادان وانا مبسوط فرحان كده. الحمد لله. ربنا يكرمك يا شيخ معتز. ربنا يبارك فيك يا كريم. الله يكرمك. انت صوتك حلو ما شاء الله عليك وبتستوعب بسرعه. الحمد لله. احنا ان شاء الله بقى نفطر سوا النهارده. ده ايه اعتبره ثمن الحصه مثلا؟ لا ثمن الحصه ايه؟ تمام الحصه ده غالي عليا قوي. اعتبرها يا سيدي محبه. ربنا يديم المحبه حق كريم. اللهم امين. بس اذا كان كده بقى يبقى نفطر هنا في الجامع. بسيطه البيت جنب الجامع، يعني يا دوب نخلص صلاه المغرب نلاقي الفطار جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نقول تاني بقى. نقول تاني بمقام تاني بقى غير الحجاز. براحتك. ماشي. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا حاج كريم. الله يكرمك ويبارك فيك. إيه يوسف واقف كده ليه؟ ما تيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام الحمد لله. ازيك يا بابا؟ أنا بس ما رضيتش أقطع عليكم التمرين. تمرين إيه؟ أنت شايفني قاعد لابسين الشرطة. يعني حاج بس برافو عليك برافو. انت شايف كده يعني؟ انت مش شايف الشغل النهارده ولا ايه؟ لا انا رايح ان شاء الله بس كنت عايزك كده في موضوع. طيب استاذن انا. اتفضل. امتعتني والله يا حاج. الله يكرمك يا شيخ معتز. مع الف سلامه يا شيخ.
يا سيدي خير ان شاء الله. خير ان شاء الله يابا. مشروع مشروع وربنا حدفهولي لحد عندي. ربنا يكرمك يا ابني ويفتحها في وشك. انت كنت فاكر يعني ان كنت بعلمك وادخلك الجامعه عشان تشتغل شغلانتك دي؟ فاكر باشمهندسة اللي كلمتك عنها؟ اه. جايبالي مشروع ان احنا نبيع خامات ديكور وعندها المكان اللي هنشتغل فيه. ربنا يكرمها ان شاء الله ويفتحها في وشها. باين عليها طيبه قوي المهندسه دي. هو في بينكم حاجه كده ولا ايه؟ يعني ان شاء الله. بس المشروع محتاج شويه فلوس. فلوس قد ايه يعني؟ يمكن 80 او 50 الف ان شاء الله ادفع اي حاجه. محلوله ان شاء الله. ربك يدبرها ان شاء الله. يعني ما انت عايز فلوس واخوك جمال كمان عايز فلوس. يعني لو زنقت قوي احنا ممكن نبيع البيت ولا نرهنه. اطمن اطمن. ان شاء الله لا هنبيع ولا هنرهن. ربك هيحلها من عنده. خلي عشمك ربنا كبير. ومش ربنا قال انه عنده حسن ظن عبده بيه واحنا ظننا بيه كبير قوي الحمد لله. اطمن. العبد في التفكير والرب في التدبير يا ابني. ان شاء الله محلول. قوم توكل على الله انت شوف شغلك وربنا هيحلها. حاضر يا حاج. ربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك ابدا. سلام. الف سلامة. سلام. الله أكبر الله أكبر. صرفت منهم كام يالا؟ 500 جنيه كانوا دين عليا. 500 جنيه؟ اقول مصر 500 جنيه يا سعاد. وحياة أمك وحياة أمك اللي مرمية في الحارة عشان تأكل لحبسك. استغفلني يالا استغفلني يا اخويا. معاش ولا كان اللي يستغفلك ده احنا كاتبين انت خير. خير ايه يا اولاد؟ رشوة رشوة يا اولاد. انت يا كنت هتكلم مين يالا من المهندسين الشمال؟ مهندس عبد الله ها؟ لا وربنا. امال مين؟ انت كنت هتعمل ايه؟ ولا حاجة. ما كنتش تعمل حاجة؟ ولا حاجة. تعمل ايه يالا؟ كانت حرامة زي الناس ما بتعمل. اللهم كل الناس على كده. دول حرامية يا اولاد. حرامية. شافني حرام يا سعاد. لا يا اخويا انا عمري اكلت عيالي ولا نومي حرام يا سعاد. يا بابا اهدى يا بابا ضغطك كده هيعلى. امي كانت موتني يا رضا. يا اخويا معلش والنبي والله انا ما طلبتش منها فلوس. هو انا كنت اقدر؟ يا خلاص والنبي يا حاج انا هموت النبي وحبس يابك. بس يا اخويا هدي نفسك والنبي خلاص. خلاص يا بابا خلاص يا بابا مكبر الموضوع كده ليه؟ ما الدنيا كلها ماشيه بالمصالح. لا يا شيخ اسم الله اسم الله. اخسى على ربايتك يا رمضان. بنتك المتعلمة بتقول الدنيا كلها مصالح. وبنا ابو انت هتعملوا ايه؟ ابو انت هتعملوا ايه؟ النبي يا بابا لازم يمشي بقى يا بابا. حاضر هسيبه يمشي. انت عارف يالا غلطة تانية وهتسيب الشغل. لا يهمني امك ولا ابوك الله يرحمه. فاهم؟ امشي يالا امشي يالا. استنى هنا يالا. اقفل الباب اقفل الباب. امسك العصايه دي. امسك 50 جنيه بالحلال وياك تفكر في اللي انت بتعمله ده تاني. اخس شايف الحلال حلو ازاي؟ يا عبيط يا عبيط الرزق جاي لك جاي لك. استنى بقى لما يجي لك بالراحه يجي لك بالحلال. امشي 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 امشي. استنى هنا. 500 جنيه بقى يا حلو هيتخصموا من مرتبك. ليه طيب؟ اتفضل. طب العصاية اتفضل. تعالي هنا تعالي. انا امسكي خدي 500 جنيه من الدولاب حطيهم على الفلوس ديت ورجعيهم لهند مرات الحناوي. ولا لا عشان فيهم غلط. حاضر يا اخويا حاضر دل. حاضر تعالي هنا اهو. نعم. اعملي سحور للحناوي علشان اديهوله. حاضر اعمل له سحور دل. بس انت مش هتسحر يا اخويا هتصوم على لحم بطنك. انت مالك يا ولية؟ هي بطني ولا بطنك؟ اتفضلي. ماشي يا اخويا ماشي.